صباح الفل او مساء الفيك. هاي ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سلمى وفيديو النهارده هيبقى رياكت. هيبقى رياكت على الناس اللي بيغيروا شكلهم 180 درجه بالميك اب، اللي هو بيعملوا خلطه سحريه بالميك اب، بيحطوا هنا ويحطوا هنا وبيعملوا كده غيروا نفسهم على الاخر، فنشوف بيعملوا كده ازاي. ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات كتير جدا من فيديوهاتي، وتفعلوا الجرس طبعا علشان يوصل لكم نوتيفيكيشن اني نزلت فيديو جديد. وكمان الفيديو الاخر ولو عجبكم تنسوش تحطوا لي لايك، عايزه الفيديو ده يوصل ل 50 لايك او اكتر وصلوا اكتر من 50 لايك. المهم اي حد يشوف الفيديو يعمل لايك لو الفيديو عجبه. ف let's start. شكلها بس كان محتاج تقويم وروج بس كده، والله مش متنساش حاجه. هي اذا دي حطت حوارب، يعني هي مش عامة مش سرحت حوارب، لا دي حطت. واو، وتقريبا مفيش حاجة صح فيها، هي حطت كل حاجة، عملت كل حاجة. دي بتلزق حاجة، بتحط لزق عشان يعمل صح، بتحط لزق. ايوه الروج اهم حاجة، الروج هو اللي بيعلي يا جماعة. ده حتى اللعبة بيغيروا له. طب على فكرة يعني هما ليه بيعملوا كده؟ مفيش حاجة فيهم، انت شفتوا اللي حصل؟ لهوي، فاهم مش هيحصل ايه مع البنوتة الجميلة دي. طيب دي حقها شوية، تحطوا ميك اب يعني عشان هي مشوهة بعض كده، نشوف هتبقى عاملة ازاي في الاخر. متأكدة ان مش هيبان ولا عليمة من الحاجات دي، الناس دول بيعملوا سحر. الله حلو اوي الاي شادو، طيب كانت كده وبقت الله بقت حلوة اوي. بس على فكرة أنا شايفة إن هي وهي طبيعية برضو عادي برضو، بس هو عشان خفى كل الحلمات اللي هنا. لا بس والله أمورة من غير حاجة، مبسوطة أوي. يا جماعة البنت دي محتاجة تقويم، والله مش محتاجة كيلو. إيه ده، هما بيتين وشهم باين، وده زيت ولا هما بيشربوا إيه؟ بيشربوا إيه؟ طب الشرب ده بيعمل حاجة؟ طيب ما هو اكيد مش ميه بيشربوها في وسط الفيديو، اكيد ليها لازمه في الميك اب. ايه هو ايه اللي بيدخل البطن بيعمل حاجه في الوش؟ هنشوف. هي والله تحط تكوين بس مش اكتر، بس السنان هي اللي مش عاجباني. نشوف برضه بتلزق. يا جماعه ايه الحلو ان يبقى الوش يعمل كده؟ برضه بتبيض الرقبة، تحس ان هما بيتهنوا بوقي يا ولد. ايه ده، لا ما شاء الله والله اتغيرت بقى. هي حلوة بس برضه يعني مكانتش وحشة في الأول، هي بس كانت محتاجة تكوين بس مش أكتر. على فكرة البنت مش وحشة، يا ريت طبعا ان هي وحشة، بس نشوف. برضه بتشرب حاجة يا جماعة، كمية يا لهوي، حطت هنا وهنا وهنا كمية كبيرة يا جماعة. واو حواربها مش باينة، دي بترسم حوارب جديدة، وحطت عين، حطت لينسز ما شاء الله كبرت عينيها. ده هي عينيها كبرت ازاي؟ لا اللينسز ما بتعملش كده، عينيها فعلا كبرت بقت كده. ايه الصوت ده؟ جيران عاملين برضو هاي. الله البنوتة دي حلوة، ده مش وحشة، مش حلوة اصلا هي قمر، بس النت بقى وحش. ف رجع
والله المملكة حلوة. مش هي كانت حلوة بقت أحلى يعني. بس والله من غير ما يجب برضو أمورة خالص. بس إيه ده بغير؟ يا لهوي اتغيرت قوي، اتغيرت قوي. لا بقت أمورة خالص، أمورة خالص خالص والله خالص. أنا أحلى من غير ما يجب. بس هي بجد ازاي الميك اب بيعمل كده يا جماعه؟ ده سحر العيون، سحر. ازاي الميك اب بيعمل كده؟ انا موت واعرف بجد، نفسي اعرف كده الميك اب بيعمل الحاجات اللي بيعملها دي ازاي. دي بتشي سيبت مناخيرها، سيبت مناخيرها، ايش عايزها؟ مش انت خطوطها يا جماعه؟ اللينسز اللي بيحطوها مع عينيهم نفس اللون، مش فاهمه الصراحه ايه لازمه اللينسز الغريبه دي. لما بيشيلوا الاي شادو والحاجات عينيهم بتصغر قوي. اذا انا حطيت اي لاينر واي شادو والحاجات دي كلها مش هتلاقي بقى كده. بس انا مش عايزه الصراحه اشتري بقى كده. عارفه لو انا بحس ان هما وهم بيشيلوا ميك اب سحالي تتحول الى بدر بدون اي تنمر. طبعا طبعا يعني هما كده، هما بيبقوا في الاول شكلهم غريب شويه، تحس ان هما مش مهتمين خالص بنفسهم كده وشعرهم عامل كده، في الاخر تلاقي وشهم عامل زي البدرة. والله عامل زي البدرة. هما بيشيلوا ميك اب كده تحس تحول يعني، مش عارفة، بس هو تحسهم بيتحولوا كمية روج مش عارفة، بيقعدوا ساعة يمسحوا في روج. هي مالها اطفال من وشها كده ليه؟ والله انا بحب اوي لما، بس ليه بيرفعوا الوش؟ هو يا لهوي كده بتضايق قوي. بيغيروا بجد يا جماعة. ايه بتعمل؟ عربية الباروكة بتعمل شغل، الباروكة بتعمل شغل. الباروكة وكده الفيديو يكون خلص. وعرفنا ان يا جماعه ما تاخدوش من مناظر، يا جماعه خدوا تاخدوش من بصوا، انتوا عايزين تعرفوا البنت اللي قدامكم وشكلها حلو ولا لا، اعملوا كده على وشها. لو طلعت كيلو بوخيه اعرفوا. بصوا مفيش بلا، مفيش بلا نقطه ميك اب. الجمال الطبيعي احلى والله. خلص، ويا رب يكون عجبكم. برضه في اول فيديو قلت لكم ما تنسوش تحطوا لايك لو نسيتوا، يعني بفكركم، يعني بفكركم الفيديو لو عجبكم كده يعني تحطوا لي لايك وسبسكرايب. طبعا يعني دي اكتر حاجه بفكركم بيها طبعا، علشان ما ينفعش تنسوها، دي حاجه مهمه جدا في الدنيا ما ينفعش تنسوها. عشان لو تعملوا لي الشير طبعا لكل اصحابكم علشان يشوفوا اللي انا شفته ده، وعلشان يعني يعملوا سبسكرايب عشان نوصل لسبسكرايبرز كتير كتير كتير. عشان عايزه السبسكرايبرز يا جماعه قالوا انا عايزه التفاعل دي تزيد، عايزه زودوني، اعملوا لي لايك، اعملوا لي سبسكرايب، كومنتس يا جماعه. كومنتس ما بقتش، ما عدتش بيكتب لي كومنتس يا جماعه. احب اقول لكم استنوا فيديو ثاني وباي.